ازيكم عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. كلكم مبسوطين بحصة الموسيقى؟ اه. طب ايه رايكم في حصة الموسيقى اللي فاتت ده؟ مش عندي ها؟ حلو جدا، جميل. انت ما حضرتش؟ مش مشكلة، لو ما حضرش هيشوف بقى الحصة بتاعتنا عاملة ازاي، تمام؟ استمتعتوا بالحصة اللي فاتت؟ اه. استمتعتوا جامد؟ اه. النهاردة بقى عندنا بقى ايه؟ الحاجة اللي انتوا بتحبوها، ايه هي؟ ان احنا هنمسك الآلة وهيبقى في عزف معانا النهارده باذن الله، تمام؟ مبسوطين؟ اه. انا كمان مبسوط ان انا هبتدي معاك. يلا بينا، اول حاجه هنعملها مع بعض ايه هي؟ هنبتدي نعمل 1 2 3 4، تمام؟ على الموسيقى بتاعتنا. وهنعمل حاجه ثانيه، هنحاول نغنيها مع بعض زي ما غنيناها ايه؟ هنحاول نغنيها واحنا بنعمل، تمام؟ هنحاول نغنيها واحنا من ايه؟ بنقول. هتلاقي الموضوع صعب شويه، ممكن تلاقي الموضوع صعب شويه، خلاص؟ يلا بينا. حضر جسمك. من هنا، مالكش دعوة بالوسطى الرأسية، احنا هنمسك الوسطى. ايوه، من
ايوه انا هحط الضوء لو سمحتوا. طيب كده ايديك الشمال فين؟ ايديك الشمال جميل فوق، ايديك الشمال فوق، ايديك الشمال فوق ودي تحت. جميل جميل بصوا كده جميل جميل بصوا تحت تحت هنا عند الوسط الوسطى. جميل 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 ايدك الشمال فوق وايدك اليمين تحت. شوف بقى لو سمحت دلوقتي ايدك الشمال فوق، ايدك الشمال فوق وايدك اليمين تحت، ايدك الشمال فوق وايدك اليمين تحت. كل ما ماسك زي كده ايد الشمال فوق اهو وايد اليمين تحت. تمام شيل ايدك اليمين دلوقتي عليا معلش. بص بقى ركز معايا كده، بص على الريكورد من تحت من ورا كده. ايه اللي بيريكورد من ورا؟ في عندك نقطة واحدة صح؟ دي بنسميها هنا زيرو. رقم كام؟ زيرو. زيرو. ايه رأيك؟ ايه رأيكم؟ شايفين صباعكم ده في ايدك الشمال. هنحط نكتم عليه كده بصباعنا. كده؟ اهو. 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 افتح ايدك كده معايا، امسك بايدك اليمين من تحت. ايوه كده، اهو. اكتم عليه بصبعك. بإيه بقى؟ ببطن صبعك. ببطن صبعك، تحس ان انت اكتب عليه كده بقوه شويه، خلاص؟ خلاص؟ كله كاتب عليه؟ طيب بص كده، شايفين صبعك الاولاني ده؟ ده ماسك من تحت اهو، والصبع الاولاني في عندك اول نقطة، النقطة دي بتبقى 1، يعني 0 1. 0 ورا 1 أول واحد فوق، ونحط عليه صبعنا كده، أهو امسك كده الاثنين مع بعض. اقفل أول الاثنين مع بعض. جميل جدا، بس ما تضمش ايدك كده، ايدك مفتوح، ما تضمش ايدك كده، ايدك مفتوح. تمام؟ شايفين صباعنا ده؟ اسند بيه من تحت كده على الصبع اللي تحت اهو. شايف صباعك ده اليمين؟ اسند بيه من تحت، اسنده من تحت، اسند الريكورد، اسند شايف زميلك؟ ممتاز جدا. اسند الريكورد من تحت وما تقفلش حاجه ثانيه. شايف صباعي؟ افتح صباعك كده 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 اهو 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 ايوه اهو. اقفل وافتح صبعك كده واسند ده من تحت بس. عايز صبعك كلها تبقى مفتوحه كده اهي، ما عدا اللي انت قفلتهم الزيرو وال1، ما عدا الزيرو وال1. انا قلت الشمال فوق واليمين تحت. بص لزمايلك كده، بص لزميلك، شايف ايده فين؟ يعني ايدك فوق يا حبيبي هنا، وتقفل وافتح صوابعك كده، اقفل بقوه على الـ على الـ على الاخراج، واسند بصبعك ده من تحت. النغمه اللي معانا بقى دي هي نغمه سي اللي احنا ضاغطين عليها، رقم 1 دي محدش يمسك يحط حاجه ثانيه خالص هنا اهو. النغمه اللي معانا دي سي. النغمه اللي معانا دي سي. بص كده، انا اللي هعمل، انا الاول اللي هعمل، وانت هتعمل لما اديك الاشاره، ما اعطيتش الاشاره ما تعملش حاجه. خلاص؟ بص كده معايا، انا هدي نغمه طويله هاديه صوتها جميل، هطلع نغمه سي صوتها جميل، هطلع نغمه سي ايه؟ صوتها جميل. ممكن كده تركز معايا؟ ركز معايا، بص مصر هيعمل ايه؟ ما حدش يعمل حاجه غير لما ادي له الاشاره. اعطيت الاشاره تشتغل، ما اعطيتش الاشاره ما تشتغلش، انا عايز ايدك بس تفضل ثابته كده شويه، تمام؟ بص كده يا مستر، امسكي صح، بص عليها روحيا شوفها ماسكه صح ولا لا. جميل ماسكه صح تمام. بص كده يا مستر، 1 2 3 مي. النغمه عندي فضلت منتظمه وصوتها حلو وسمع نغمة سي صحيح. اسمعها تاني، 1 2 3 مي. طيب في البداية ممنوع ممنوع أو غلط إن أنت تعمل كده، لازم من البداية خالص النفس بتاعك يكون منتظم زي ما اتعلمنا لما عملنا كده، ونطلع الهواء بالراحه خالص، هيطلع معاك صوت جميل وهيبقوا صوتكم كلكم حلو. تمام؟ لازم، المهم بقى عشان النغمه دي تطلع صح ايه؟ ان انت تبقى قافل كويس قوي على الزيرو، وقافل كويس قوي على 1 بصعوبه، لازم
نجربه انتوا بس ايه بعد شرطي، وبعد كده هنعملها تاني كلنا مع بعض. اهم شيء تبقى قافل كويس قوي النغمه، تبقى قافل كويس قوي النغمه. 1 2 3 جو. الصبع الاولاني هو اللي بيتحط، اول واحد ده هو اللي بيتحط. نمبر 1 اول صبع هو اللي بيتحط يقفل. لو سمحت ما حدش يلعب عليها غير باسمه لو سمحت. تاني نحط، يلا بينا نبتدي. 1 2 3 جو. كل ركعه على الهواء، رجع على الهواء. الاله بتتمسك كده وفي جلسه صحيحه ليها اهي، جلسه صحيحه ليها اهي. شايفين دي عامله ازاي؟ كده اهو كده فرد ظهري، وبتبقى في زاويه بيني وبين ده كده، مفيش كده خالص ولا في كده ولا في كده ولا في كده، في كده بالظبط اهو اهو. شايف عاملين ازاي فرد ظهري وملف. 1 2 3 جو. ايدك لفوق شويه، اللي بتسند بيها لفوق شويه. يا جماعه هو الكلام اللي انا بقوله صعب ولا سهل؟ الكلام اللي انا بقوله سهل ولا صعب؟ سهل. ممكن ترفع ايدك شويه، ممكن لفوق كمان اللي تحت، صباعك اللي تحت ترفع ايدك لفوق. اللي بتسند بيها ارفع بيه فوق اهو يا جماعه اهو اهو. تمام؟ طيب كده احنا عملنا مع بعضينا نغمه طويله، عملنا نغمه طويله. تمام؟ محدش يسيب ايده من على الريكورد عشان ما يتلخبطش، تمام؟ هنجرب مرة كمان، يلا معايا يا رحيم، الريكورد كده، مفيش كده، الريكورد كده، انزلي كمان، انزلي كمان، افتحي ايدك ما تسنديش، افتحي ايدك وانزلي، بس، تمام؟ ركز معايا، ايدك دي هنا في النص، في نص الريكورد، مفيش تحت هنا، ولا هنا، ولا هنا، في النص هنا، قريب من صبعك اللي فوق. قريب من صبعك اللي فوق. يلا بينا 1 2 3 جو. انفخ بالراحه، انفخ بالراحه بالظبط،
ونصب بالراحة. اسند صح. ستوب. الريكورد بيتمسك كده، فاتح ايدك كده، فاتح ايدك كده، ممنوع تحط ايدك خالص هنا اهو. تمام؟ تمسك كده خلاص. خلاص يلا بينا. ايدك الشمال فوق صبع كده هنا، افتح صبعك دي كده. شكرا. وده ساند هنا وافتح صبعك بالظبط كده. سهلة؟ يلا بينا نضرب مع بعض. 1 2 3 1 2. انزلي لو سمحتي بالرجل، انزلي لو سمحتي بالرجل. 1 2 3 جو بالراحة. عندنا هنا مساك مش قافل كويس، لازم تطمن ان انت قافل كويس. ثانية واحدة، ممكن اسمع احمد عمر؟ اسمعه؟ يلا بينا. 1 2 لا 1 2 1 2 افتح صوابعك، افتح صوابعك. 1 2 3 جو. ممتاز. فيري جود. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعضينا هنعمل مع بعضينا مصورتين. مصورتين هيبقوا مثلا ايه؟ حاجه نتدرب مع بعضينا بيها على النغمه بتاعتنا، حاجه هنتدرب بيها على النغمه ايه؟ بتاعتنا. تمام؟ هنعمل ايه؟ هنعمل مثلا اللي هي سي 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 اون. اون دي بتشيل الريكورد من على بقك، يعني بتعمل قوم. سهلة؟ سهلة. تمام؟ بصوا الناس بيقولوا ازاي؟ شايفينه ماسكه ازاي؟ سهلة خالص. بصوا. قوم. ما حدش يعمل حاجة؟ ما اعطيتش حد إشارة إن هو يعمل حاجة. امسك الرجل بالصح لو سمحت. امسك الرجل بالصح. امسك الرجل بالصح لو سمحت. شكرا. تمام؟ يلا بينا. ما حدش يفتح الكتاب معايا. أعمل أنا وبعد كده هديك الإشارة اللي أنت تعمل. 1 ثانية واحدة كده، ثانية واحدة. أنا هعمل بعد كده بديك الإشارة، اجهز إيدك بس لما تديك الإشارة الأول. 1 2 3 مي. One, two, three.
معايا 1 2 هعمل حاجه جديده 1 2 3 مي قول قول 1 2 3 جو سي مين بيطلب بقوه؟ انا بقوله انا بس عندي الاول دلوقتي ثاني امسك كده صح؟ امسك كده صح؟ 1 2 3 مي One, two, three, me.
مش فاهم يا ريت يقول لي. لا اللي مش فاهم يا ريت يقول لي. فاهم؟ جميل. 1 2 3 مي 4 1 2 3 جو. هم ثلاثة. 1 2 يا جماعة هم بيبقوا احنا بنعمل اللي احنا بنعمله ده في أربع عدات لو تاخد بالك. طيب انا خلاص اشكركم وكانت حصه جميله.